الله معكن مش بالصدفة بيكون يوم عيد الأم هو أول فصل الربيع مش بالصدفة بيقول المثل الدنيا أم كل واحد منا قد ما تعلق بأمه اللي سهرت عليه وتعبت عليه وبوقت مرضه ما تركته وبوقت سقطاته كانت هي الدعم المعنوية وهي اللي دايما حامل همه وقلقان عليه وهي اللي سهران الليل لحتى يرجع ابنها من سهرته وهي اللي عطلاني هم زواجه وعائلته ولاخر رمق بحياتها ونحنا منكون عايشين حياتنا مش دريانين بهمها وهي هالام الصامته اللي عم تعطى الهم وقلق وتوتر بكتير من الحب والحنان انا شخصيا كان عندي هاجس بشبابي انه اخسر يوما ما امي الحمد لله الله طول بعمرها وهيك تضل رفيقتي بس دايما بيكون عنا هالخوف من انه هالتعلق بامنا نخسره او نفقده يوما ما لحديت ما تعرفت على الرب يسوع وتعرفت على امه اللي اتخذتها ام لالي وقتها صرت كل يوم فتح عيوني الصباح وأحكي مع أمي السماوية لأبدا نهار جديد وقتها ما عدت خاف على أمي وصرت عندي أمين أم على الأرض وأم بالسما أم تعتني في بحنانها ومحبتها الزهرة اللي بشوفها وأم عم ترعاني من السما عم بتخلي طريق الخلاص درب الخلاص بحياتي عم بتخليني مطمن عليه لانه هي اللي راعيتني اليوم بهالعيد وبدنا نعيد كل الامهات طبعا بدوري بعيد كمان والدتي العذره هي الان اللي غيرت مجرى التاريخ وهيدا شيء معروف مع ابن يسوع الطفل الالهي تغيرت كل الشرائع تغيرت القيم وصاروا العالم يفتشوا أكتر على الفضيله مريم العذراء طبعا هي حواء الثانية ولحتى نتعرف عليها أكثر وعلى دور الأمومة بالاستوديو معنا الأستاذ المحامي أليكسي أبي جرجس أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك رح نعيش بها الحلقة معنى الأمومة من خلال أمنا مريم العذراء أم البشرية طبعا كل هالألقاب اللي قلتن عن العذراء حواء الثانية أم البشرية أم العالم أم يسوع والدة الإله بدي أفهم منك بس كيف بنفهمهم على ضوء الإنجيل بقول الإنجيل أرسل الله ابنه ولكن تيقدر يبعثه كان لابد من أن يهيئ له جسدا يلي هي مريم لأنه يسوع ولد من مريم يعني تخيل أنه مشروع الله كله سوا كان بحاجة لهذا الجسد يلي هو جسد مريم كان بحاجة لحداً لإنسان مستعد إنسان حاضر أنه يتلقى هذا القدوس يلي هو شخص يسوع المسيح مشان هيك بالإنجيل أول شغلة بيعلمنا نحن إذا بدك عن مريم بس أحكي هلأ عن مريم نعتبرها عم نحكي عن كل إمرأة بما أنه هذا عيد الأمهات هو عيد الأمهات ولكن أنا بدي أحكي عن كل امرأة يعني المرأة المتزوجة الأم والمرأة الغير متزوجة لأنه مثل ما في أمومة الجسديه في شيء اسمه أمومة روحية طبعاً فاليوم نحن بس نحكي عن عيد الأمهات هو مش بس للنساء المتزوجات ولكن حتى للفتيات الغير متزوجات ورح نحكي هلا شوي بهذا الموضوع الكثير مهم يلي يعني ما عم ينحكى كثير عنه بحياتنا المسيحيه. لكن اول شغله مريم بتعلمنا اياها بامومتها انه انا تكون ام لازم اكون مستعده لازم اكون موسعه مطرح لهالرساله هيدي ومريم من خ... من التقليد ومن اللي بنعرفه عن مريم استعدت استعدت وكيف ما. استعدت؟ استعدت ببناء علاقة مع الله لكن لكل فتاة اليوم لكل فتاة اليوم هي عم بتفكر انها تكون ام او لكل ام هي اليوم عم بتمارس دورة مع اولادها كتير مهم اليوم بعيد الامهات اليوم على مثال مريم نضوي على هالفكرة قديش نحن بحاجة نكون مستعدين مثلنا مثل مريم لهالرسالة البضة تنعطى لنا او المعطاة لنا اليوم فهي الرسالة الأساس طبعا حجر الأساس طبعا هي علاقتي بالله أنا ما في قوم بمهام الأمومة مثل ما وصفت أمك والله يخلي لك يا جورج ونعيد كل الأمهات الله يبارك فيك وبيخلي لك زوجتك وأمك ما بعرف بعد عايشة الحمد لله هالدور هيدا أنا ما في هالأم ما فيها تقوم فيه كما يجب إلا إذا كان عندها هذا الاستعداد إذا كان عند إلا ما يكون عندها هالعلاقة مع الله ليش؟ لأنه الأمومة اليوم مثل ما قلت كمان هي تضحية هي بذل ذات مثل مثل على على غرار المعلم الذي بذل نفسه على الصليب. نعم. الأمومة هي نعمة ولكن بنفس الوقت هي صليب ولكن مش الله صليب هذا الصليب في مشاركة بالخلق بخلق الحياة بإنجاب البنين في مشاركة بهال مع الزوج مع الوالد مع الأب بهالبعد الإنساني يعني المرأة والرجل في مشاركة بتأسيس مفهوم العيلة فهالرسالة أول شيء نحن لازم نعرفها أنه في في حمل على الكتف مش أنه إيه يلا منتجوز ومنجيب أولاد لا لازم يكون في وعي وتحضير وهون مسؤولية الكنيسة قديش ما عم نحضر اليوم بمجتمعنا فتياتنا اذا بدك، وقديش ما عم نرافق امهاتنا لهالرساله هيدي، لازم كل بنت او كل ام تكتشف اذا بدك هالبعد الروحي لامومتها، لانه من دون هذا البعض ما فيها تمارس مهامها اليوميه، او اذا كانت عم بتمارسها ما رح تحصل على الثمار المرجوه انها تقدر تحصد قداسه من اولادها، لانه اليوم بتعلمنا الكنيسه انه اولادنا هني, هني اولاد الله قبل صحيح. كل شيء على كل اب وعلى كل ام ان ينظر الى اولاد لاولادهما كاولاد الله هودي اولادي بالجسد أماني يعني قصدك بين هذا اللي بدي اقوله انا مؤتمن عليهم انا معمل لي وكاله لكي أرعاهم أنا نشئهم وربيهم هؤلاء كلهم، ولكن هن قبل ما يكونوا ولادي هن ولاد الله. وهيدي النقطة كتير مهمة تضوي على شغلة أساسية قديش اليوم في أمهات بتفقد ولادها يمكن بتفقدهم بشكل مؤقت بالهجرة يمكن بتفقدهم بشكل دائم لا سمح الله بالموت أو بالمرض. لازم أنا أعرف كبي أو كأم إنه أنا مؤتمنة على هول الأولاد هن ولاد الله في حدا عم بيرعاهم ومسؤول عنهم قبل انا قبل انا هيك بخف قلقها على, على الاقل هون بنرجع للتسليم نعم مثل ما لم من مريم فقدت ابنها الوحيد على الصليب فقدت ابنها ولكن لانه بتعرف هو ابن الله ولانه بتعرف كان في مشروع حب والحب اقوى من الموت بقت مكفيه بهالرجاء وحصدت ثمار القيامه نفس الشيء نحن اليوم لازم نعرف كامهات واباء انه الاولاد الولد منه حق بدي ضوي على هالنقطة أنا ما إلي حق أنا حق يكون عنده ولاد الولد هو عطية من عند الله شو حلو كلامك ليلي ما عند من ما أنجبه لحتى ما يضلوا عايشين بتوتر وانهيار عصبي انه يفكروا بهالطريقه لازم اول شيء نكتشف هالحقيقه الولد ليس حق الولد عطيه من عند الله ها اول شيء لازم نعرفها مشان هيك اليوم لكل الاشخاص اللي بيستعملوا وسائل اصطناعيه للانجاب على على بدي اقول على حساب عده اجنه بعطي مثل اليوم اللي بروح بينعمل انفيترو بجيبوا السبرم يعني بصير من في تلقيح اصطناعي والاوفيول من عند الأمرأة وبصفي في تلقيح اصطناعي ولازم نعرف انه هذا التلقيح بتملى عدة خلايا أمبريون وبنقوا واحد منهم طيب ما هيدا الاسبرم يلي يلي عمل فيكونداسيون يلي خصب هالاوفيول الثاني زرع الرجل بزرع الامراه هوديك شو بيعملوا فيهم بتلفون او ممكن يحطوهم بالبراد بس الارجح بيتلفون بتعلم الكنيسه وبتقول بمجرد ما السائل المنوي عند الرجل يلتقي بالبويضه لدى الامراه بمجرد ما يجتمعوا مع بعض ويصفي في تخصيب صار في تكوين للولد يعني نحن لازم نعرف انه هالبويضات الاخرى المخصبه يلي اتلفت في المختبر هي جريمه قتل انا عم بعمل عمليه اجهاض عم بعمل عمليه قتل لطفل لم يكتمل مشان هيك بتجي امنا الكنيسه نحنا اليوم بعيد الامهات كمان لازم ناخد نتعلم من امنا الكنيسه ومن شو بتقلنا الكنيسه بتقلنا هي جريمه مشان هيك الكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الجامعه والارثوذكسيه كلهم ضد اذا بدك وسائل الحمل الاصطناعي والوسائل الاصطناعيه خاصه التي تؤدي الى قتل الاجناء او الاطفال لكن لازم نحن نعرف اول شيء كرجل وامراه انه الانجاب هو ليس حق انه تروح انا اعمله جيبه بقصص صناعيه او اصطناعيه أو, و... او استاجر رحم او استاجر رحم كمان ولكن هو عطيه من عند الله وهون لازم نتعلم كمان من مريم البتول مريم العذراء مريم الطاهره نت... نضوي شوي على فضيله الطهاره جورج انه اليوم الطهاره يلي هي فضيله اساسيه لامنا مريم العذراء هي مطلوبة من كل أم ومن كل فتاة لأن الطهارة عندها ثلاث صور ممكن تكون الطهارة لبنت بنت عزراء لم تتزوج تكرس آه بتوليتها للرب وفيها تكون أم روحية وفيها تكون للأمرأة المترملة اللي توفى جوزها تقول أنا بدي حافظ على فضيلة الطهارة وما بدي أرجع أتجوز لا. وفيها تكون ضمن الزواج لانه شو هي فضيله الطهاره فضيله الطهاره يعني انه قلبي ما يكون منقسم يعني اذا انا اليوم كمره متزوجه انا قلبي لازم يكون مكرسته فقط لزوجي نعم مش اعشق جاري وصاحبه وال... ورب العمل هو لازم يكون في تكريس القلب للزوج للشريك نا. الاخر هي كمان البتريه بقلب مجهود الزوج. كمان بدها مجهود روحي كثير فاليوم نحن لازم نضوي على شيء اسمه الامومه الروحيه اليوم لكل فتاه او لكل ثنائي يعني مره ورجال ما انجبوا لازم يكتشفوا الأبوة الروحية والأمومة الروحية من مار يوسف م. ومن مريم نعم وهالسنة هي سنت, مار يوسف, سنت مار يوسف وعيده سمي. وعيده كمان يوسف السابق كم للسابق يعني نعم. فنحن لازم نضوي على هالأمور ليش؟ فأول شيء نكتشف هوية الأمومة ماذا يعني أن نكون أم ومين عم يسال مين بدنا نقول؟ نعم رح نسمع ترتيلة أمي يا أمي ومنتابع حديثنا. <متصفيق> أمي يا أمي أهديكِ ذاتي قلبي في فرحي وجيري حالي Will be. راحاتي واحميني دوما من ربي صلاتي استاذ أليكسي في قلق امومي بيصير مرضي عند الام يعني بتصير تتعبوا لأبنه وفي ابن بالمقابل يعني ما بيقدر قلق امه وبصير يعذبها بسلوكه باخلاقه بطباعه السيئه والاضرب اذا بتجي تحاور الولد بيقول مين قال تخلفني؟ ليه تخلفيني؟ يعني لا الولد عنده وعي على اللي كنت حضرتك عم تفضل تقول انه هو ابن الله وهو عطيه من الله ولا حتى الام عندها الوعي ذاته لحتى ترتاح نفسيا. شو الحل؟ يمكن الحل الاساسي لهذا الموضوع مثل ما بلشنا بالحلقه قلنا انه لازم تعرف الام انه هذا مش ابنها هي امانه بين ايديها والحل ببلش من كيف بتربي ابنها يعني انا اليوم بسموه بيقولوا ماما بول يعني هيدي الام اللي منشوفها بعد الايام من كتر محبتها بتصفي تخنق اولادها صحيح لوين رحتوا لوين جيتوا شو عملت شو طلعت يلا فوت كول يلا طلع يلا نزل هيدي منا محبه خلينا نقول سليمه هيدي محبه هي فيها نوع من الانانيه لانه هي خايفه تخسر ابنها وبدها تطلعه وتعجنه مثل ما هي بدها ومتملكته, ومتملكته. <applause> يمكن تأثر على زواجه بس يكبر اكيد اكيد لانه ما راح تقدر توقف انه تتدخل بخصوصياته هو وزوجته تعطب له حياته نعم ممكن توصل لمطرح تعطب له حياته مشان هيك لازم يكون فيها الديتاشمو هالانسلاخ اذا بدك هل تتعلم الام والبي كيف يراقبوا ويربوا اولادهم وراء الكواليس كيف انا اسمح لابني يحقق هويته مثل ما قال جبران ابنائكم ليسوا لكم هم ابناء الحياه يسوع هو الحياه هو الحياه قال عن حاله انا هو الطريق والحق والحياه والحق والحياه نعم. لكن انا لازم كام اقدر اترك هالمسافة بيني وبين ابني ومش انا اولبه مثل ما انا بدي هو عنده رسالة بحسب مشروع الله بس مش بحسب مشروعي لإلي انا بدي اياه مهندس بدي اياه حكيم بدي اياه طبيب تركي يكتشف ذاته ويحقق ذاته شو اسلوب التربية الافضل لابني يوعى على هالمسؤولية انه هو ابن الله وعنده رسالة سماوية جاي ينفذها على الارض بتبلش بالبيت انا كيف بدي ورته يسوع يعني انا قبل ما بفكر شو بدي ورته بيت وسياره ومصاري وهودي انا بدي افكر اول شيء كيف ورته يسوع نعم كيف بدي اعطيه الحياه الطريقه لانه انا كمسيحي انا كمسيحي ما مرجله ان اعمل عائله المرجله والدعوه تبعي إني اعمل عائله مسيحيه صحيح اني اعمل عائله مسيحيه مش اني اعمل عائله مثل حيال عائله او عائله غير سليمه ما توخزني يعني كل جنس ممكن يعمل عائله بشري او غير بشري مسيحي او غير مسيحي ولكن دعوتي انا كمسيحي اليوم لكل ام مسيحيه كيف بدي اعمل عائله مسيحيه كيف بدي أعطيها يسوع هي بتبلش كيف عم بربيه من قلب البيت كيف بدي رافقه يعني ما. قراءه الانجيل الصلاه في العائله الاجتماع الذهاب للكنيسه نهار الاحد في ريتم بدو احط له إيه. او حتى في دخله بالكنيسه بنشاطاته يعني هي واجب هو وطفل يعني انا لازم ابعته على الكنيسه يتعرف عليه ينمى بالكنيسه يكتشف اسرار الكنيسه اهميه الكنيسه الكاتشاز لا يعطى في المدرسه التعليم الديني لا يعطى في المدرسة التعليم الديني ببلش بالمثال يعني أنا بدي يكون نعم. مثال لأولادي وبيبلش بالبيت المدرسة بتكفي نعم. تجي بتكفي يلي انا عم بعمله بالبيت مش هي الاساس وشغلة كتير مهم اليوم انا ما في اوعظ ابني بشي انا مش عم بعيشه نعم ما تدخن وانا بدخن ما ارجل وانا بارجل مثلا يعني ما تسب وانا بسب ما, ما تزني وانا بزني وانا بلبس أصير. ما تخون وانا بخون آه روح على الكنيسه وانا ما بروح على الكنيسه اول شغله انا بدي اكون مثال له اول درجه من درجات الذكاء الطبيعي هي التمثل التقليد يعني الولد هو عم بينما بصغره بيطلع باهله بيقلدهم نعم فانا لازم يكون هذا المثال شو اهميه انه يكون ما أنا بعد خمس دقائق بدنا نفسر فيهم شو اهميه دور مريم العذراء بحياه كل ام اول شيء لكل ام مدعوه انه تاخد مريم مثال لإلها وانا تقدر اخذها مثال بدي اتعرف عليها بدي اعرف مين هي مريم ما ممكن انا آه اخذ شخص مثال لإلي اذا ما اكتشفته وتعرفت عليه مشان هيك واليوم للاسف في بمطارح في ميول للتقليل من دور مريم انه حش تحكوا عن مريم حش تكرموا مريم حش تزيدوها بقى يمكن بمطارح في تقاليد خاطئه عم نجي نحن نضوع هالتقاليد الخاطئه تنضرب شيء كثير مهم يلي هي صوره مريم وهي لازم ننتبه لها مريم منا شخص عادي اعطي لها ان تكون ام الله. هي اراده الله، الله بده اياها تكون امه. الله اعطاها هذا الدور، مين انا تجادل الله وقلل من قيمه شو بفيدني اتخذها ام لالي؟ بيفيدني اول شيء اتعلم منها. واحد الفضائل الفضائل، كيف عاشت؟ اللي هي, هي امرأة مصلية. نا. هي امرأة متأملة بكتاب بالكتاب المقدس. نا. هي امرأة ملتزمة بمشروع الله مش انه بتحكي حكي وما بتفعل هي امرأة مضحية هي امرأة متخلية عن راحتها الذاتية من اجل ابنها يسوع هي مرة بيداغوج يعني رافقت ابنها بكل المراحل مربية ومرشدة مربي مرشدة هي مرة حاطة عينها على ابنها مش ملتهية بالسلولار وبالظهرات وبالمجاد وبال... هي حلوة بس هي مش الاساس انا اذا بدو احط بكفه الميزان بين عملي دوري كامراه عامله يلي يعني هي كثير مهمه لا. وبين كام اذا بدي احطهم بكفه الميزان لا الاولويه الامومه تبعي بيقولوا حتى كل الحركات الحركات المتحرره للامراه كان الهدف تبعها تدمير العائله كثير مهم اليوم المرأة تشتغل وتحط ايدها بايد جوزها وهودي كلهم، بس لازم نعرف انه في اولويه، إذا كان شغلي وعملي أنا كامرأة على حساب تربية ولادي ومش عم بقدر أعطيهم يسوع وما عم بقدر ورطهم إياه ومش عم بقدر كون معهم وما عم بقدر لازم أترك شغل أكيد أوف. لازم أعمل تكيف لازم أتكيف بمستوى المعيشة تبعي خفف ظهراتي ومجاتي تنمي ما. ولادي لي أن أصغر ولأولادي أن أن ينمو. أن ينمو. اخر كلمة بتحب تقولها لكل ام بنهاية هالفقرة؟ أنا بدي أقول إنه الأمومة نعمة. وإنه لكل أم ما تفقد الدعوة تبعها، ما نتاخد اليوم بروح العالم وبالحركات التحررية المتحررة من الله. كل أم اليوم مدعوة تحقق هويتها ولكن مع الله مش من دون الله. يكون الله أولوية بحياتها مش على حساب الله. اليوم بدي أحط أولويات بحياتي إن كان علمي ثقافتي شغلي ظهراتي مجياتي كلهم لازم يكونوا ما بعد الله مش على حساب الله وأنا بعيد كل الأمهات وهن نعمة بحياة كل إنسان نعم وأنا كمان بدي عيد كل أم عم بتشوفنا لك أنت نعمة بحياتنا وأنت ندى الربيع بحياة كل شاب وصبية عم بتربيهم أنت مشروع الله لتسلميه أبناء يعني مبشرين بالكنيسة وطبعا لما تكوني هالقد عندك تسليم لمشيئة الله رح تكوني هالقد مرشدة ويعني راعية لجيل بأكمله بحب الله وعم بيعكس نور المسيح على المجتمع